السلام عليكم ورحمة الله. منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر عام 2014 انتهجت الميليشيا سياسة القمع لكل المناوئين ودأبت على ممارسة التعذيب بحق ضحايا الاختطاف، خصوصا المحسوبين على لون سياسي معين لانتزاع اعترافات بغرض التشويه وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. في السياق القانوني تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب بمختلف أشكاله، بل وتحظر كل ما يتصل به من ضروب سوء المعاملة، وهو ما تؤكده أيضا المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووقعت عليه الدول العربية، ويتم التأكيد على ضرورة الالتزام به في كل المحافل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. في حلقة اليوم بين قوسين نناقش أبعاد سياسة القمع والتعذيب بحق المختطفين في ظل سيطرة الميليشيا على جهاز النيابة والقضاء بصنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرتها. ما رأي القانون الدولي في محاكمة ضحايا اختطفوا وأجبروا على تسجيل شهادات تحت التعذيب؟ وما واجب الدولة والمجتمع الدولي تجاههم؟ وما المطلوب من الجهات ذات العلاقة لإنقاذ الضحايا من التعذيب الذي يطالهم وإنهاء مسرحيات محاكمتهم؟ في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع على الإصلاح الأستاذ عدنان العديني، وعبر الهاتف من ألمانيا ستكون معنا وزيرة حقوق الإنسان السابقة أو الأسبقة حورية مشهور، وبالهاتف من الرياض عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان المحامي عبد الرحمن برمان، وعبر الهاتف من عدن وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. حياكم الله، ونبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح. مرحبا بك أستاذ عدنان. مرحبا وأهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ عدنان. في البداية، أنتم في حزب الإصلاح، كيف تابعتوا الفيلم الذي نشرته ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في صنعاء وما تضمنه من اتهامات لكم مباشرة وربطكم بالإرهاب؟ أولا في البداية أنا أشكر قناة الشقيق لتناول هذا الموضوع الهام والخطير، والذي في الحقيقة يتعدى في ضرره ليس فقط الإصلاح ولا اليمنيين بل والإنسانية جميعا. الضرر الذي يلحق بإنسان واحد في هذه الكرة الأرضية هو ضرر يلحق بالبشرية كلها. كانت متابعتنا لهذا العمل الإجرامي هو أننا عرفنا مصير هؤلاء، مجموعة من الذين اختطفتهم الميليشيا لم نعلم عنهم شيئا، لا يوجد أي جهة مرجعية ولا يوجد أي مؤسسة رسمية لا قانونية ولا سياسية، لا يسمح للمحامين بالاتصال بهم، لا يسمح لذويهم بأن يصلوا إليهم. كل هذه البيئة تشير إلى أننا أمام جماعة إرهابية في الحقيقة، لا تؤمن بالقانون ولا تسلم بالمعاهدات الدولية ولا تحترم أدنى حقوق الإنسان. فجأة ظهر أمامنا في الشاشات مجموعة من الذين اختطفوا قبل أشهر وعليهم آثار التعذيب، وأجبروا كما هو واضح على أن يقولوا كما أملي عليهم من قبل جلاديهم، كما في الحقيقة لا تابعنا كثير من الجرائم السابقة. هذا الأمر في سياق واحد، هو أن الشعب اليمني يتعرض لانتهاك كبير. هذا الانتهاك بدأ بإسقاط المدن والانقلاب على مؤسسات الدولة، استهدف الدولة واستهدف الإنسان. هذه مفردة واحدة من مفردات استهداف الإنسان اليمني، وأظنها تأتي في سياق واحد وهو سياق كشف الطبيعة البنيوية وطريقة التفكير التي تهيمن على هذه الجماعة. التجمع اليمني للإصلاح هو الوجه الذي عرفه اليمنيون، خاض عدة انتخابات سياسية وفاز بقلب المدن اليمنية، ليس حزبا طارئا ولا غريبا، هو يأتي من قلب الجماهير. فاز بالعاصمة صنعاء في معظم الدوائر، وفاز في تعز في معظم الدوائر، وفاز في قلب عدن وفي قلب حضرموت، ابن المدن وابن الحالة اليمنية، ابن الحالة السياسية اليمنية. ليس بحاجة لأن ندافع عنه، بل نحن هنا نتحدث عن الطبيعة الإجرامية للجماعة الانقلابية
التي أوقعت اليمنيين في الهاوية. نعم، كيف يمكن إذن أستاذ عدنان تبديد الصورة التي ربما قد يصدقها البعض، أو على الأقل من هم يعني في صف الميليشيا الإنقلابية في صنعاء، وربما البعض قد يصل بها الأمر بأن هذا الحزب وقواعده يعني بصورة أو بأخرى محل لممارسة عليهم أي انتهاكات، بل ومباح أن تنتهك يعني تمارس ضدهم الانتهاك بصورة يعني مصرح لها ومؤكد لها عن طريق ما قامت به الميليشيا الإنقلابية في صنعاء، وهي تسيطر على كل مؤسسات الدولة وخاصة القضاء الذي بات بيدها. أولا، التجمع اليمني للإصلاح، يعني الحديث عن التجمع اليمني للإصلاح من قبل جماعة إرهابية هي تزكية لهذا الحزب، هي شهادة مجانية بأن هذا الحزب حزب سياسي مدني. كون الاتهام جاي من جماعة لا تؤمن بكل الأعراف والتقاليد والالتزامات والقوانين التي تضبط الحالة السياسية وتسير الشأن العام، هذا الاتهام جاي من جماعة الحوثي، الجماعة التي لا تؤمن بحق اليمنيين بالسيادة، ولا تؤمن بحقهم بأن يحكموا أنفسهم، ولا تؤمن بفكرة الدولة أبدا. الدولة هي مجموعة السلطة التي يسيطر عليها شخص واحد، هو الشخص الذي يعني يعبدونه سياسيا. وبالتالي فإن هذا الأمر لا يقلقنا كثيرا، بالعكس نحن نعتبر أن هذه مفخرة لنا أننا نواجه الإمامة وأننا نرفض خيانة هذا الشعب. لن نكون خونة لهذا الشعب، ولن نكون فكرة الجمهورية التي ناضل من أجلها اليمنيون منذ قرابة القرن. سنقف في وجه الإمامة، ومجرد الحديث علينا فقط لو أننا تمالأنا مع هذا الاتجاه وصمتنا لما قالوا عنا شيئا. نحن ندفع فاتورة الانحياز للشعب والحفاظ على مكتسبات النظام الجمهوري لليمنيين، وبالتالي من الطبيعي أن نتلقى هذا الاتهام. أما بالنسبة لهذه هذا الفيلم الذي ظهر مؤخرا، أولا هذه الجماعة ليس لها صفة شرعية من الناحية السياسية، هي منقلبة. ثانيا، لا توجد هناك مؤسسات قضائية في البلد، والقضاء ليس قائما بحكم الانقلاب القائم، لا يوجد شرعية سياسية ولا مشروعية قانونية وفقا يعني يرتب الإجراءات القانونية. ثالثا، الحالة حالة المحاكمة، هل يسمح مثلا للمحامين بأن يقابلوا الضحايا؟ أبدا لا يسمح لهم. نحن أمام هنا يكشف أمام جماعة إرهابية، لا يسمح أبدا بأن يصل المحامي، وهذه من الضمانات التي يعني التي وفرها القانون للمتهمين، لكن رفض الوصول إلى هؤلاء يشير إلى طبيعة هذه الجماعة، بالإضافة إلى أن أهليهم وذويهم لا يستطيعون أن يعرفوا عنهم شيئا، فضلا عن أن يعرفوا شيئا عن التهم الموجهة لهم. نعم. طيب أستاذ عدنان، هذه البيئة تشير إلى أننا أمام حالة غير قانونية. نعم. وما يصدر عنها هو مجرد نسمع ادعاء وباطل كما هي الحالة العامة بالنسبة لهم. نعم أستاذ عدنان، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث المحامي الأستاذ عبد الرحمن برمان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. سهلا بكم، مساء النور للضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. في البداية، التوصيف القانوني للاعترافات التي انتزعت من المختطفين تحت التعذيب في سجون الميليشيا، وأيضا من خلال ما تبعتم ما ظهر من خلال الفيلم الذي نشرته ميليشيا الحوثي في صنعاء. طبعا هناك من الناحية القانونية لا يجوز تصوير المتهم، يعني حتى مجرد في قفص الاتهام وجوده في المحكمة، إذا رفض المتهم أو طلب عدم تصويره لا يجوز تصويره. نعم. لا يجوز نشر هذه الاعترافات في وسائل الإعلام وبهذه الصورة، باعتبار أن ذلك يؤثر على سير العدالة، ويؤثر أيضا يسبب على تأثير على القضاء وعلى إجراءات القضائية. هذا إذا كان هناك مؤسسة قضائية حقيقية، لكن كل ما حدث من ما سمي باعترافات محكمة هي إجراءات غير قانونية، إجراءات استخباراتية. نحن في فرع من فروع أو أذرعة أجهزة أمن الدولة، هذا عندما كانت هناك دولة كنا نسمي جهاز الأمن السياسي ونسمي المحكمة الجزائية المتخصصة أنها فرع من فروع أجهزة الاستخبارات، لكن اليوم حتى لا يمكن حتى أن نقول أنها فرع من فرع أجهزة الاستخبارات، باعتبار أن الدولة قد سقطت في المناطق التي لا توجد فيها الدولة الشرعية. وبذلك كل ما حدث أو كل ما أنشر هو إجراءات باطلة وإجراءات غير قانونية، بالإضافة إلى أنه من الطبيعي خصوصا في ظل
الاعترافات التي او الشهادات التي استمعناها من كثير من المعتقلين. نحن استمعنا الى مئات المعتقلين اكدوا على انهم تعرضوا للتعذيب، ولا يوجد معتقل خرج من السجن قال انه لم يتعرض للتعذيب والمعامله القاسيه. نعم. هذه الاعترافات اخذت تحت التعذيب، بل انه من خلال متابعتي للمعتقلين هؤلاء الذي ادلوا قالوا انه كان يوقف التصوير حتى اذا غيروا بعض الالفاظ، كانوا يحفظون تحفيظ، اذا غير بعض اللفظ يوقف التصوير ثم ياخذ جلسه كهرباء او جلسه تعذيب او صعق بالكهرباء تعليق، ثم يعود مره اخرى الى للتصوير مره اخرى، واخذ هذا وقت طويل. نعم. ما الذي يجبر المختطف ان يعترف ب يعني ما يملى عليه وهو يعني لم يقم بارتكاب هذه الجرائم، او وما نسب اليه هو محض كذب وافتراء؟ هذا طبيعي، انه عمليات التعذيب لا يستطيع الانسان يتحمل ان يظل معلق في السقف لعده ايام. هناك اشخاص خلعت اكتافهم بسبب التعليق، هناك اشخاص يعني انا اليوم استمع الى حاله لاحد الراصدين الحقوقيين في منطقه من المناطق، عذب يعني الطفل امام والدته حتى مات. تخيل، ما هي وسيله التعذيب؟ لهم يعني لم ينقل حتى الى المعتقل، ولكنه اخذ في احدى البرك بجوار اللي اسمه، فاخذوا يعذبوه وكي يعترف باشياء هو لا علاقه لها بالامر، في الامر حتى مات امام والدته، والان والدته في احدى المصحات النفسيه عندما رأت ابنها وهو يعذب حتى الموت أمامها. يعني نحن أمام بشاعة كبيرة جدا يتعرض لها المعتقلين. وبذلك أنا أتذكر أحد المعتقلين عندما كان واحد الأطباء، وهو شرح لي هذه أحد الأطباء، قال وأنا في الأمن القومي في 2011 كان أحد المعتقلين يصرخ ويقول نزلوني من التعليق، وأنا مستعد أن أعترف بأني من قتلت الحمدي رغم أني كنت طفل في بطن أمي عندما استشهد الحمدي. يعني نحن أمام أشياء يعني لا يمكن أن تصور العقل بشاعة ما يحدث للمعتقلين داخل السجون. وعندما نعم. نتحدث عن المعتقلين، نحن نتحدث عن الألم البالغ وعن المأساة الإنسانية التي يتعرضون لها آلاف المعتقلين، يعني لا زالوا موجودين داخل هذه المعتقلات. نعم. ألا يمكن أستاذ عبد الرحمن لهذه الاعترافات أن يعني تعطي الميليشيا الحق بتنفيذ أحكام قد تصل إلى يعني ربما الإعدام لبعض المختطفين؟ كلما يعني كلما حدث في هذه الاعترافات وهذه الجلسات المحكمة كلها إجراءات باطلة وكلها، وأنا أقول أنا كتبت على صفحتي على فيسبوك إنه إذا حكم القاضي بالإعدام على المتهم وهو يعلم براءته، هذا رأي قانوني، فإن القاضي يعدم بهذا المتهم. إذا حكم بالإعدام وهو يعلم إن هذا المتهم بريء فقد يعني فقد قتله عمدا، والقتل عمدا واجه يقاصص القاضي بهذا المعتقل. لذلك أنا يعني أتكلم للإخوة القضاة والإخوة أعضاء النيابة الذي قبلوا على أنفسهم أن يكون في هذا المشروع، أقول لهم ترفعوا ويعني حافظوا على هيبة القضاء وحافظوا على سمعتكم وعلى كرامة القضاء اليمني، وانه الـ 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 الايام تتغير وتتبدل. واعتقد انه كل ما يحدث الان هو مسرحيه، محاوله يعني استغلال هؤلاء المعتقلين في المعترك السياسي وفي تحقيق يعني ما يسمى بانتصارات وهميه. وانا اقول انه يعني مدني اسير معتقل يتحول اعتقل من بيته من مكتبه من جامعته ثم يتحول الى اداه من الابتزاز ويتعرض للتعذيب بهذا الطريق، اعتقد انه هذه ادانه لهذا القضاء وادانه لهذه المحاكم وادانه لهذه الاجهزه التي بارست اكثر من ادانه من كونه ادانه لهؤلاء الاشخاص الذي ظهروا في هذا الفيلم. نعم. هل هناك حاله مماثله لما يتعرض له المختطفين في سجون الميليشيا ويعترفون بهذه الجرائم تحت وطأة التعذيب وتم تبرئتهم وخروجهم فيما بعد؟ نعم، هناك حالات كثير جدا، هناك حالات كثير حدثت في الماضي وصدرت احكام براءه ومن هذه المحكمه نفسها عندما وجد خجل القضاه وراء. وانا اتذكر يعني قضيه بسام الحيدري الذي اتهم وتذكرها علي عبد الله الصالح في مهرجانها الانتخابي في 2006 في حضرموت، وقال انه يتخابر مع اولمارت رئيس وزراء اسرائيل. إن المحكمة الابتدائية محكمة أمن الدولة حكمت عليه بالإعدام، ومحكمة الاستئناف حكمت عليه بالإعدام، ثم جاءت المحكمة العليا وأصدرت حكم أبطلت هذه الأحكام التي قالتها. وأتذكر إن أحد الصحفيين وهو مراسل إحدى القنوات الفضائية سأل رئيس النيابة وقال له كيف تقدموا هذا المتهم؟ أنا قال ما فيش حد في الملف أنا اطلعت عليه. قالوا ايش تشتين؟ قلنا الزعيم كذاب، إن الرئيس كذاب،
هذا أسهل لنا إن إحنا يعدم هذا الشخص ولا نقول علي عبد الله صالح كذاب. ثم بعد ذلك خرج هذا الشخص وهو اليوم طليق وأصبح يعني عاد إلى عمله بعد أن حكم عليه بالإعدام، وكانت قضيته على مستوى العالم قضية رأي عام. نعم. ماذا عن أستاذ عبد الرحمن، أختم معك بسؤال أخير، ماذا عن أهالي هؤلاء المختطفين عندما تسوق الميليشيا وتقدمهم بهذه الصورة وتربطهم بالجرائم والإرهاب؟ أنا قبل قليل تلقيت رسالة من أهالي المعتقلين 36 يتحدثوا عن هذا الأمر، يقولوا أنه ما حدث هو لم يضر المعتقلين أنفسهم ولكنه ضرهم أيضا وضر أولادهم وضر أسرهم، وأنه هناك تحريض من قبل المحامين الذين للأسف الشديد من الذين كانوا يحضروا الجلسة مع الطرف الآخر يعني حرضوا في وسائل الإعلام ودعوا إلى اعتقال أهالي المعتقلين إلى اعتقال المحامين، يعني نحن أمام ترهيب بشكل واسع، وطالبوا يعني بحمايتهم وطالبوا أيضا بالاحتفاظ بحقهم في التعويض وأيضا في مقاضاة كل من مارس هذه العمليات. يعني أعتقد أنه ما تتعرض له أسر المعتقلين هو أشد وأبشع ما تعرض له المعتقلين من تعذيب داخل هذه السجون. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي الأستاذ عبد الرحمن برمان على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لمتابعة هذه التصريحات حول ما نشرته الميليشيا من ادعاءات وأخذ اعترافات تحت التعذيب، ومن ثم نكمل النقاش. المحاكمة طبعا واضحة بكل تفاصيلها، هي عبارة عن ابتزاز الخصوم، الناس كلهم يعرفون الأشخاص الذين يتم محاكمتهم، أكثرهم أكاديميين وناس مثقفين ومتعلمين يعني معروفين للناس كلهم، لكن هذه المحاكمة عبارة عن كما أسلفت عبارة عن ابتزاز للخصوم، وعلى الحكومة أن تتحرك بأسرع وقت، الحكومة والمجتمع الدولي، لإيقاف هذه المحاكمات الهزلية ووضع حد لها. مختطفون داخل السجون يعيشون تحت التعذيب يوميا، ماذا تتوقع منهم؟ سيحاولون أن يعترفوا بأي شيء تحت ضغط التعذيب والجلد والصياد. كلما قيل في المقابلات التلفزيونية التي عرضت في قنوات الإنقلابيين كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. نحن نعرف هؤلاء الأشخاص، نحن نطالب الأمم المتحدة بمنظماتها الدولية والمنظمات المحلية أن تنزل إلى المعتقلات، إلى السجون، سجون الإنقلابيين، أن تزور هؤلاء المظلومين المكلومين الذين لم يجدوا لهم نصير. الفيلم الذي بث قبل أيام وهو فيلم مفبرك، أنا شخصيا على معرفة بمعظم من ظهروا في ذلك الفيلم، وهم ليسوا إرهابيين ولا يميتوا للإرهاب، هم مورس عليهم الإرهاب وانتزعت منهم تلك الاعترافات. ماذا باستطاعة المرء أن يقول حينما تنتزع أظافره وتكوى جلده وتهشم عظامه تحت التعذيب؟ بالتأكيد سيجد نفسه مجبرا على الاعتراف على أي جريمة تلقن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه مجموعة من التصريحات حول ما قامت به الميليشيا من اعترافات من بعض المختطفين تحت التعذيب، وأعود للأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح. أستاذ عدنان، عدنا لك مجددا. الآن كما تحدثت مع الأستاذ عبد الرحمن برمان، أهالي هؤلاء المختطفين الذين انتزعت منهم الاعترافات حياتهم في خطر، وأيضا البعض هناك من يتهم بأن بعض من قيادات التجمع اليمني للإصلاح أصبحوا خارج البلد، ومن يدفعون الثمن هم القواعد المتواجدين الآن في الداخل. ما الذي يعمل الإصلاح من أجل الحفاظ على قواعد من أن تطالهم هذه التعذيب والاعتقالات والقمع من قبل الميليشيا؟ التجمع اليمني للإصلاح يتصرف كحزب سياسي يهمه مصلحة اليمن، ووقوفه أصلا ضد الانقلاب هو من أجل البلد، يعني لا نتخيل أبدا استقرار في اليمن مع وجود الانقلاب على وإسقاط السلطة. وبالتالي كان الموقف الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح وهو من أجل فعلا إعادة الاستقرار. الاستقرار لن يعود إلا إذا تراجعت هذه الجماعة واختفى السلاح من أيدي الميليشيات وعادت الدولة بكل سلطاتها وبكامل أجهزتها لتعمل كقوة مركزية تحافظ على أمن الجميع وتمنع الاعتداء على حياة الإنسان
وعلى حرياته. هذا الموقف هو في الحقيقة يصب لمصلحة اليمنيين جميعا. أما بالنسبة لقواعد التجمع اليمني للإصلاح، فقد كان التجمع اليمني للإصلاح مستهدفا في قواعده وقياداته. قيادات التجمع اليمني للإصلاح بعضها في الخارج بسبب الاستهداف، وبعضها في الداخل يقود يعني جزء من جبهة التحرير الوطني التي فعلا انطلقت من أجل استعادة الدولة. الكلفة كبيرة التي يقدمها التجمع اليمني للإصلاح بكامل بنيته بهيئته القيادية وأيضا في بقواعده. نحن جميعا نؤمن بأن مواجهة الانقلاب لا يمكن أن يتم فقط بالبيانات، وإنما أيضا في العمل على الأرض. لن نصمت على هذه الإجراءات الظالمة. سيدفع الانقلابيون وبلا شك اليوم أو غدا فاتورة مثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق اليمني. وهنا الجريمة ليست موجهة للإصلاح بل للشعب اليمني جميعا. هؤلاء الناس الذين أساتذة الجامعة وطلاب ومهندسين وأطباء، هؤلاء صاروا كلهم عرضة لهذا التنكيل الكبير والانتهاك الواضح. هو انتهاك للشعب اليمني بكل أطيافه. لا تجد ولن تجد يمنيا حرا يمكن أن يتحدث على أن هذا الاعتداء هو فقط اعتداء على التجمع اليمني للإصلاح. حديثهم عن الإرهاب حديث منبوغ، هو تكرار لما قاله صالح قديما وما رددته أجهزة ومنظومته الإعلامية سابقا، والإشاعات التي اشتغلت عليها زمنا الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة الأمن السياسي والقومي منذ أن بدأ الإصلاح يقود المعارضة من أجل إصلاح النظام السياسي وإسقاطه في الثورة الأخيرة. إذا نحن ندفع كلفة مواقفنا السياسية، مواقفنا الوطنية. بعض الذين من النخب السياسية الذين قد يعني يتورطون بهذا الامر ما يلبثوا الا ان يكتشفوا لا. كيف انهم وقعوا في التضليل الكبير لهذه الاجهزه الاستخباراتيه وايضا المنظومه الاعلاميه لعلي عبد الله صالح. ومع الايام يتضح لليمنيين كيف ان طيب. موقف التجمع اليمني للاصلاح واضح وصريح وايضا في الاتجاه الصحيح. طيب استاذ عدنان، في الاتجاه الصحيح كما تحدث، كيف تفسر الخصومه التي تقدم الاصلاح بصوره غير سوية، تقدم وتشيطن أيضا كل ما يقوم به التجمع اليمني للإصلاح؟ وهنا لا أتحدث عن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع الانقلابية، ربما أيضا هناك من بعض منهم في صف الشرعية من لهم نفس الموقف وتجمعهم نفس الرؤية على حزب التجمع اليمني للإصلاح. في هذه المرحلة تحديدا نحن في التجمع اليمني للإصلاح تضبطنا رؤية سياسية واحدة، وهي إسقاط الانقلاب وإعادة بناء الدولة تحت راية الشرعية. كل الجبهات التي تفتح أمامنا لن نلتفت إليها، لن نكون جزء من أي جبهة أو صراع يلهينا عن هذه المهمة، مهمة إنقاذ الشعب اليمني من نار الميليشيات التي تكويه صباحا ومساء. حتى الشركاء الذين يتورطون في هذه الأمر لن نرد عليهم، بل سنقابل السيئة بالحسنى وسنحاول ما استطعنا أن نجرهم إلى الطريق الصحيح وهي مواجهة الانقلاب. أي خلاف الآن في هذه اللحظة هو لمصلحة الانقلاب، لمصلحة الإمامة، لمصلحة إبقاء اليمن ساحة بلا دولة بلا نظام بلا قانون بلا استقرار. نحن يعني نناديهم من ونستحث فيهم من العقل والمنطق ومصلحة البلد والمصلحة العليا للبلد بأن يكونوا كبارا بقدر كبر المسؤولية. هؤلاء شركائنا مهما قالوا، وبالتالي سنتحملهم من أجل هذا الشعب ومن أجل ألا يبقى تحت حكم الميليشيا فترة أطول. طيب أستاذ عدنان تكرم بالبقاء معي لشارك معنا في الحديث من ألمانيا الأستاذة حوريا مشهور، وزيرة حقوق الإنسان الأسبق. مساء الخير أستاذة حوريا. مساء النور، حياكم الله. مرحبا بك أستاذة حوريا. أنت كيف تابعتي فيلم الوجه الآخر للإصلاح الذي بثته ونشرته الميليشيا الإنقلابية في صنعاء، وكيف تقرأين مضامين ما تحدث عنه الفيلم والاعترافات التي يعني تم نشرها في هذا الفيلم؟ حقيقة أنا بداية أنا لم أشاهد الفيلم، ولكن تابعت موضوع الفيلم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وإجبار المعتقلين السياسيين والسجناء الرأي
على اعترافات إكراههم تحت التعذيب وتحت الضغط على اعترافات. بالتأكيد سيكونوا مضطرين أن يقولوا أي شيء حتى لا ينالهم أذى أكثر من السجان من سجانهم. نعم. هذه قضية الحقيقة ساخنة وقضية كبيرة جدا بالنسبة لنا، موضوع المعتقلين والمخفيين. لدينا أكثر من 10,000 معتقل كما صرحت بذلك الحكومة اليمنية، وحتى الآن لم يستطع لا المجتمع الدولي ولا الحكومة الشرعية ولا منظمات المجتمع المدني في الداخل أو الخارج، المنظمات الوطنية أو منظمات حتى دولية، أن تفعل شيء، أن تضغط على الميليشيات الانقلابية لإطلاق سراحهم، لأنهم هؤلاء لم يرتكبوا أي جرم، ولكن يتخذونهم رهائن ويتخذونهم ورقة ضغط على الشرعية وعلى الحكومة الشرعية. نعم. وأيضا لأي تفاوض، لأي جولات تفاوضية قادمة. نحن نريد السلام، لكن في المقابل هم أيضا رافضين عمليات السلام، رافضين أي الوصول إلى السلام، وطي صفحة العنف وصفحة الاقتتال والحرب. يلعنوا على المدنيين، يتخذوا من النشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والسياسيين الذين اختطفوهم، يتخذون منهم رهائن لديهم. إذن ما الذي يفترض أستاذة حوريا على المنظمات الحقوقية خصوصا الدولية المناهضة لهذا النوع والسلوك من الترهيب والتعذيب وإجبار المختطفين والمعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بها أصلا؟ حقيقة للأسف الشديد في تضليل كبير جدا في الخارج، في تضليل للرأي العام. انقلب الرأي العام من موضوع الانقلاب وجرائم الانقلاب إلى موضوع الجانب الإنساني، وهم المتسببين أصلا، هم المتسببين في هذا الوضع المأزوم الذي وصلت إليه البلاد بانقلابهم الكارثي في 2014 وحتى هذه اللحظة. يعني هم السبب الرئيسي، ونحن نقول يعني لمعالجة الوضع في اليمن أولا لابد من اجتثاث الانقلاب، لابد من معالجة الأسباب. فبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الدولية، هناك تضليل كبير جدا للرأي العام، ولديهم شبكات الحقيقة تعمل في هذا المجال من الأنصار الانقلابيين. في المقابل للأسف الشديد حتى الآن الصوت الشرعية ليس قويا بصورة كبيرة جدا في أوساط الرأي العام الدولي ومع لا. المنظمات الدولية، الحكومات حقيقة، كل الحكومات في الغرب هي تؤيد الشرعية وتقف مع الشرعية. نعم. لكن بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني هناك تضليل كبير جدا لها، وحول الوضع في اليمن وحول موضوع المعتقلين هم أيضا لا يتناولوها، الصورة غير واضحة بالنسبة لهم. نعم. كيف تفسرين ولهذا نرى على إعلام الشرعية وعلى التكتلات الداعمة للشرعية أن توصل هذا الرأي وتوضح الصورة للمنظمات الدولية بصورة كبيرة جدا. نعم. أيضا سفاراتنا في الخارج ينبغي أن تقوم بعمل كبير جدا في هذا الاتجاه لتوضيح الصورة، ولأيضا التوضيح للرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع ومن هو السبب في هذه الكوارث الإنسانية، من هم الذين ارتكبوا الجرائم بما في ذلك ملف المعتقلين والمخفيين قسريا والذين تعرضون لتعذيب شديد جدا، من هم من قضى تحت التعذيب، ومنهم واعتقدنا شهادة الدكتور الجنيد شهادة حية وهو كان يعيش هذا الوضع، وشهادته شهادة صادقة وشهادة موثوق بها، وما طرحوا أيضا وما قالوا أيضا في اللقاء التلفزيوني معكم هي يعني هو قدم الحقيقة كما هي. نعم. وحديثه عن بالذات جمال المعمري وعن آخرين بالتأكيد. نعم. من السجناء شهادة. طيب حية أستاذة حوريا، ينبغي. نعم. أن تأخذ باعتبار كبير. نعم. أستاذة حوريا، كيف تفسري أيضا هذه المنظمات التي تعمل في صنعاء وأيضا المحافظات الخاضعة للانقلابيين، وربما هي أكثر المنظمات ارتباطاً بالمنظمات العالمية، لماذا تتجاهل جزء كبير من الحقائق ولا تظهرها للرأي العام وتحاول على تضليل؟ أنتم تعرفون أولاً أن المنظمات المستقلة استقلال حقيقي منعت من العمل في داخل صنعاء، في داخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.
تم الاعتداء على مقراتهم، تم الاعتداء عليهم، تم اختطاف رؤساء هذه المنظمات أو من يعملون في هذه المنظمات، ولم يتركوا إلا المنظمات التي تتمالى معهم أو لا تكشف عن جرائمهم. بعض هذه المنظمات التي وصلت إلى الخارج، يعني تتحدث عن العدوان الخارجي وتتحدث عن صورت وكأنه الشرعية أو الجيش الوطني وكأنه ميليشيات، هذا جيش وطني وهذه دولة، وينبغي أن نستعيد الدولة. جعلتهم وكأنهم في كفة واحدة، لم تقل إن تلك مشي. أقصد أستاذ حوري، نعم أقصد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش وما على شاكلتها من التي لها يعني تواجد كبير في هذا المجال في كل دول العالم، ألا تستطيع أن يعني تخصص أو تتواصل مع من يصلها المعلومة الحقيقية وعلى ضوءها تبني معلومة حقيقية ولا تضلل الرأي العام؟ أنا أرى إلى أنه هذا الجهد يقع على الشرعية وعلى القوى المدنية المساندة للشرعية، على منظمات المجتمع المدني المساندة للشرعية، وأيضا على السلك الدبلوماسي في الخارج، على الهيئات الدبلوماسية اليمنية. ينبغي عليها أن تقوم بجهد كبير جدا، ينبغي أن تكون هناك أيضا مراكز إعلامية توضح هذه الحقيقة، توضح هذه تشخص هذا الوضع كما هو، وتبين هذه الجرائم ومن المسبب في هذه الجرائم، وحتى بالفعل يتضح الموقف للرأي العام. هناك منظمات دولية لها وجود أيضا في داخل اليمن، بعضها الحقيقة لم تكن موضوعية بصورة كافية لأنها أيضا واقعة تحت تأثير الانقلابيين، وحينما نتحدث معهم يعني هم يقولون نحن نقف مع كل الأطراف على مسافة واحدة، وهم أيضا يضطرون ليكون لهم تواصل. الحقيقة أستاذة حوري، الحقيقة لا تحتاج للإضطرار، الحقيقة تظل حقيقة، ومن يعمل في هذا الحقل يجب عليه أن يقدمها ما لم يصمت، لا يشوه يعني الصورة، ينقلها مشوهة أو ينقل جزء من الحقيقة ويغض الطرف عن يعني الجانب الآخر. أشكرك جزيل الشكر وزير حقوق الإنسان الأسبق الأستاذة حورية مشهور، كنت معنا من ألمانيا. مشاهدينا الكرام، قبل العودة للأستاذ عدنان العديني وأيضا سينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطاء عن الميليشيا الانقلابية وسياسة انتزاع اعترافات تحت التعذيب. نتابع ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد للأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح. أستاذ عدنان، عودنا من جديد أمام هذا التكالب أستاذ عدنان على التجمع اليمني للإصلاح في الداخل والخارج. البعض يقول لماذا لا يقدم الإصلاح رؤية جديدة تبدد هذه الصورة التي ربما باتت يعني ملازمة لحزب الإصلاح، وأصبحت العداوة واضحة من جميع من هم يعني مع الإصلاح أو يختلفون معه أو من هم في صف الانقلاب. التجمع اليمني للإصلاح
في هذه المرحلة حريص كل الحرص على توحيد جبهة اليمنيين في مواجهة الانقلاب. نعم. وفي مواجهة إرث الإمامة الذي يريد العودة إلى الواجهة من جديد وحكم اليمن. نعم. التجمع اليمني للإصلاح ترك كثير من مواقعه في السلطة من أجل تحقيق هذا الهدف. كثير من المناصب التي كانت لنا في جسد الدولة غادرها التجمع اليمني للإصلاح ولسنا حريص عليها. حتى الأشخاص الذين يعينون كمحافظين لم يقدم الإصلاح بهم مذكرة رسمية. الإصلاح في هذه المرحلة مختص أو تستطيع أنه صاحب الامتياز في تقديم الشهداء الكثير من أبنائه من أجل مواجهة الانقلاب ومن أجل أيضا إعادة الدولة. لن تعود الحياة السياسية إلا بوحدة الصف اليمني. الصف اليمني الذي يجب أن يتماسك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لا يجب أبدا أن نقع في صراع الهويات أو أن تنحرف هوية الصراع من شرعية وانقلاب إلى نعم 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 سيد عدنان. ربما يعني هناك إشكالية قطعنا الاتصال. سنعود بك الاتصال سيد عدنان. ينضم إلينا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. مرحبا بك أستاذ نبيل. أين وزارة حقوق الإنسان من كل الانتهاكات التي تطال المختطفين في سجون الميليشيا وتحاول انتزاع منهم اعترافات كاذبة وتقدمهم بصورة غير الحقيقة من أجل تشويه صورة الشرعية في الدرجة الأساسية؟ نعم. بداية مساء سعيدا للجميع. ما تتحدث عنه أخي الكريم ببساطة يعني هؤلاء يعيشون هذا الوضع المزري تحت أيادي هذه الميليشيات الانقلابية، وبالتأكيد أصبح الوضع الآن لا يسلم فيه أحد من جميع من هم ما زالوا في المناطق التي لم تحرر بعد. ويأتي دور وزارة حقوق الإنسان بأعمال رصد هذه الانتهاكات وتقديمها إلى كافة الجهات الدولية المعنية عن هذه الأعمال اللا إنسانية واللا حقوقية والتي تأتي من قبل عصابة إجرامية تقوم بهذه الأعمال التي لا يتخيلها أحد أن يقوم بها أي إنسان سوي. نعم. من أعمال تعذيب، من أعمال قتل، من أعمال اختطاف. أستاذ نبيل، هذه الجرائم هي معروفة والميليشيا تمارسها كل يوم منذ الانقلاب وحتى اللحظة، لكن الآن ربما السؤال الأهم، دوركم أنتم، أين أنتم في أمام المنظمات الدولية، أمام يعني منظمات حقوق الإنسان وتقديم الحقيقة التي تقوم بها الميليشيا من ترهيب وتنكيل وتعذيب داخل يعني المحافظات التي تسيطر عليها؟ أخي العزيز، قامت قيادة الوزارة منذ شهر ونصف بعمل متواصل في عدد من الدول الأوروبية، أولا في مجلس حقوق الإنسان وأمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأمام عدد من الهيئات الدولية منها الصليب الأحمر وغيرها من الهيئات الدولية في سويسرا، ثم تم التحرك إلى عدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا لمقابلة الجهات الدولية والجهات المعنية بقضايا الحقوق والحريات واستعراض كل هذه الجرائم مع هؤلاء لإيجاد رأي عام عالمي وتحفيز كل هذه الجهات للتصدي والضغط من أجل إيقاف هذه الأعمال القذرة. نعم. نحن نحاول بكل ما نستطيع أن نتوجه إلى كل المحافل الدولية ونقول من الآن ونعلنها رسميا أننا نعد ملفات بكل هذه الجرائم بحيث أن القضاء الرسمي قضاء الدولة سيبدأ بمحاكمة كل هذه الجرائم ومن يقومون بها في فترات لاحقة، بل وبعضها ستكون ربما ستقدم إلى هيئات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية إيمانا منا بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم وبالتالي كل من ارتكب كل هذه الأعمال سيجازى وسيحاسب عليها. نعم. طيب الآن كما تعلم أستاذ نبيل، إذا ما تحدثنا بصورة يعني أدق فيما يخص المختطفين الآن ومن انتزعت منهم اعترافات، قد
يصل بهم الأمر إلى حد يعني أحكام بالإعدام، وكان خير مثال ما تم إصداره بحكم الصحفي الجبيحي. هل هناك من تحرك بخصوص هذه الجزئية وإيقاف مثل هذه الأحكام التي تطال من يعني من هم في سجون الميليشيا وتجبرهم على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بعملها؟ ما حدث مؤخرا فيما يخص سجناء الرأي وقضايا الحقوق والحريات، وعلى رأسها قضية محاكمة الصحفي الكبير يحيى عبد الرقيب الجبيحي، قام وزير حقوق الإنسان مؤخرا في جنيف بإطلاق حملة دولية للضغط من أجل إيقاف هذه الأعمال العدوانية ضد الإنسان اليمني وإيقاف هذه الجرائم، ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف مثل هذه الأعمال. هذه الآن حملة دولية انطلقت من جنيف وسيتم مواصلتها حتى نستطيع أن نحقق أمان للمعتقلين ومقدمة للعمل من أجل إخراجهم والإفراج عنهم. نعم. من السجون والمعتقلات. نعم أستاذ نبيل، سؤال أخير فيما يخص الفيلم الذي نشرته الميليشيا وقدمت مكون سياسي من الذين هم في صف الشرعية ويعملون تحت يعني راية الشرعية من أجل استعادة الدولة، وتقدمهم بهذه الصورة وتسوقها داخليا وخارجيا، موقف وزارة حقوق الإنسان من هكذا تقديم صورة كاذبة ومغلوطة عن حزب سياسي ينتمي للشرعية؟ يا أخي، وإذا أتت كمذمتي من ناقصا فتلك الشهادة لي بأن الكامل. عندما يتهمك مجرم بأنك تقوم بأعمال ليست سوية من وجهة نظره، فبالتأكيد أنت في المكان الصحيح. وبالتالي عندما يقوم هؤلاء بإدانة أي فصيل وطني اليوم أنه ليس سويا أو يقوم بشيء ضد الوطن من وجهة نظرهم، هو بالتأكيد هذا الفصيل في مكانه الصحيح ويقوم بدوره الوطني الذي يجب أن يقوم به. نعم، ماذا عن من هم أيضا ربما في صف الشرعية وربما يعني يتماهوا مع هذه الادعاءات التي تنشرها ميليشيا الانقلاب؟ هذا عادة أي صف لابد أن تكون هناك، أن تتواجد فيه أحيانا بعض الأصوات النشاز، لكن هؤلاء لا قياس لهم، يعني هذا صوت لا يقاس عليه. وبالتالي الحديث دائما عن حالة الإجماع، حالة الإجماع الوطني تتحدث عن شرعية وانقلاب، وأن الشرعية لها ثوابت وأسس قامت عليه أن تنادي بها. حتى في إطار المطالبة بعملية تسوية سياسية هناك توجه واضح أننا نتحدث عن إمكانية التسوية السياسية على أسس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية والإقليمية، وبالتالي أيضا مساءلة ومحاسبة كل من قاموا بالانتهاكات. نعم، إذا هذه الأمور يعني الحق بين والباطل بين، وعليه لا نريد أن نتحدث عن صوت هنا أو هناك. نعم، أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا عبر الهاتف. وعودة أخيرة للأستاذ عدنان العديني عبر السكايب. أستاذ عدنان، إذا كنا قد يعني قطع بك الاتصال وكنا نتحدث في جزئية مهمة وأريد أن أختم بها منك، هل هناك الآن لكم في حزب التجمع اليمني للإصلاح رؤية جديدة تبدد هذه الصورة التي تحاول ميليشيا الإنقلاب تقديمها عنكم وأيضا بعض من يتماهى بهذه الرؤية وهم في صف الشرعية؟ نحن الرؤية الضابطة لنا كما قلت لك سابقا هو مواجهة الانقلاب، وهي رؤية سياسية، مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بناء الدولة تحت راية الشرعية. هذه رؤية سياسية مكتملة تتحدث عن هذه المرحلة التي نعيشها، وتتحدث عن المرحلة القادمة بأننا لن نقبل بأقل من وجود دولة. الدولة هي دولة اليمنيين جميعا، لا يسيطر عليها فصيل ولا اتجاه، وليست حكر على أحد. دولة راعية وضامنة، راعية للحقوق وضامنة للحريات. هذه رؤيتنا التي دائما نؤكد عليها، وفي سبيلها قدمنا كثير من التنازلات. لسنا معنيين بكثير من المناصب، لسنا معنيين أيضا بالصراع عليها، لم نقدم في هذا الأمر ولم نزاحم حول
المواقع، نحن نزاحم في. طيب استاذ عدنان في 30 ثانيه، استاذ عدنان في 30 ثانيه اذا تكرمت اختم معك في 30 ثانيه، هل لديكم من ضابط ايقاع لمن يعني يدعون بانهم ينتمون للاصلاح ويحاولون على يعني نشر او ردود تتعارض مع موقفكم انتم كحزب في 30 ثانيه من فضلك؟ نحن مسؤولين على 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 مواقعنا الرسميه، ادواتنا التابعه للحزب، لسنا معنيين بالحديث بما يتحدث عنه الآخرون. الحرية ممنوحة للجميع، لكننا معنيين بالمواقع الرسمية، بالتصريحات الرسمية، بما يأتي من الهيئة القيادية. هذه هي المؤسسات التي والمواقع الإعلامية التي تعبر عن وجهة أشكرك. نظر الحزب وآرائه ومواقفه ووجهة نظره حول القضايا والمستجدات. نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الأستاذ عدنان عديني، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للأستاذة حوريا مشهور وزير حقوق الإنسان الأسبق، وأيضا لوكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكذلك للمحامي عبد الرحمن برمان، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وكافة الطاقم الفني. تقبلوا تحياتي بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.